بسرعة بسرعة. اي هذا هو الشكل كبر كبير يلا المبزرة هذه يود يلعبون مغير يلعبون حب ما يلعبون يا عماد انت تشوفهم يا ولد يا ولد خلينا نقول لهم نلعب عبودي نبي نلعب بالأحلام يا حبيبي ما راح تلعبون سياكلنا تحلموا قولوا ليلتك فين تحلموا اول شيء تحلموا وبعدين خليكم تركبون حتى اللعب يا ولد صار حلم بالنسبة لنا يا ولد يا ولد انت ايش رايك نجيب لنا سياكل بس جيب لكم سيكل زي ديدي يا ولد هذول قاموا يطقطقون علينا من وين نجيب لنا سيكل كبير يا علماء عندي يا ولد مشينا يلا يلا مشينا مشينا يقولون راح يجيبوا لهم سيكل راح يجيبوا لهم سيكل العمال راح يجيبون دباب من من ابو ريالين الحين بسوق فيك هذول يا جيجي ترى راح يجيبوا لهم سيكل ابو ريالين والله يا عمان يلا يلا جبنا السيكل الكبير هذا اللي تبيه ايه يا ولد يلا يلا خلي دخل اصبر اصبر يلا يلا بسم الله بسم الله والله يا ولد صعب عبودي خلنا نسوي سباق اختراهم بعد شوي وهم جايبين سيكل صغير حق ابو ريالين تعرف حقين النونو صغيرين توهم جايبين ايه يلا خلنا نسوي السباق يلا واحد اثنين ثلاثة يلا ولد دخل دخل بسرعة بسرعة ايه هذا هو السيكل يلا كبر كبير بسم الله ها هذا وشو انا اتحلم ولا ايش انتم عشان ما يصدمونا والله انا احسبت وين راح يجيبونا بالريالين اركب السيكل يمدي يشيل السيكلين هذولي وخر انت يا نوجي وخر يلا يلا تعال يا عبود ها احنا مدن ها تعال يا ساتر ايش كبر سيكلك تعال يلا 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 تعال اجل احلم ها تعال يا عماد والله مهزلتهم يا عماد هلا ايش فين يا عماد ها سامحين ووف ولا لا كيف بكيفي اخر اخر دفه اخر دفه تعال 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 تكفى يا نواف وعماد تفكوني من شركم انا بس والله اني اعزف والله ما عدم ولا مره ايه شفت ايش طول سيكلنا تكفى انا بدي اجيبها واخر بس لا لا حق العيال ذا بس هذا سيكلنا كبر الكفر حقهم ما عليك منهم يا عبودي تراهم يمكن بكره هم خربان ترى هذا وش اسمه هذا يقول طوط طوط والله يخرب من بكره اطقطقين علينا تعالي 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 من بكره اكشن تمسح هذا هذه تمسح تمسح يا نواف بس خلاص خلاص عند عبود عند عبود يلا اوريك يا عبودي تعال يا عبودي يا ويلك يا ويلك تعال القوم خلاص هالمرة سمحناكم المرة الجاية يا ويلكم شكرا يا نواف بس تكفون ابى اجربه بس ورا ما تكفون الله يخليكم لا ما تجربيني يطيح ينفقع راسك بعدين اللي ترى ذا اكبر منك واطول منك ايه خلاص ابى اروح ادخل داخل هذا شكله مجنونين اطلع اطلع تعال تعال تبون دونات تكفى يا الذيب عماد تكفى نبغى دونات تدرون عاد بطلب لكم دونات يا سلام هاي هلا والله بالدونات السلام عليكم بالله نبي دونات كبير دونات ها تبي صغيره ولا كبيره اي يا اخوي نبي كبير الله يعطيك العافيه ايه كرتون كرتون كبيره ايه نص ساعه وجايك يلا يلا مع السلامه نص ساعه ويجي الدونات يلا هلا هلا وين بيتهم دول وين بيتهم شكله تاخر ما عليك ما عليك يجي الحين ها شكل هذا خلاص راح تتكلم تقرا عن الطلب هلا والله انت برا يلا يلا جايك جايك يا سلام هذول وين راحوا الله يشغلهم ولد هي ها يا اخوي يا ده تشبلك نطعني يا ولد وش دخل سيكل احمد ربك اخوي خلاص هات الدونات يلا يلا الله يعطيك العافيه تعال تعال عطني فلوسي يا ولد تعال عطني فلوسي يا اخوي انا سددت عن طريق التطبيق ماني دخل فيه
اجل والله نلعب بحوشكم عاد. يا اخوي اطلع تلعب بحوشنا فوضى هي، يلا برا بس. اقول وخر عن وجهي لا تعسك الحين. يا ولد وين وين؟ فوضى هي تعال تعال. اطلع اطلع تعال. تعال. يا اخوي تعال ترى فوضى هي بحوشنا. اطلع يا اخوي. يا اخي دام تهور اطلع بس. انقلع يلا. احسان سلام يستاهلون. رجلي كسرت رجلي. عبود انا بتحداك بالسياكل وبفوز عليك. لا ما تقدرين. تشوف راح افوز عليك غصبا عنك. اصلا انا يمديني اصدمك. تشجعين ولا تشجعين عبودي؟ ليلى. تشجعين ليلى. اي كفو عليك يا جيجي. تبغين نتحدى سباق؟ اي وافوت عليك. طيب انت تركي صاحية من النوم ما انت نشيطة. يحسب انت توقفيني، انا اللي اسوق السيكل يا حبيبي. هذا ما عندها ولا كلمة الا هي. جوها صغيرة وتعرف تكلم بعد يا حبيبي، مو مثلكم، مو مثل النواف المدري شو يقول. ترى اخوي نواف يجي يطيرك للسما. اقول لك اول السالفة وكذا. يلا بسرعة يلا انا بسوي السباق واروح اكمل نومي، ترى انا صاحي عشان السباق. ومين دخلك بالبيت اصلا؟ ادخل على كيف. انت وش جابك؟ ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام جدني. هذا اخوي عماد الاقوى من اخوك. اخوك نتفا عمادي صفقه. دخل اخوي بالسياكل، خلنا نروح خلنا نتشارك. شو السالفه الحين؟ اختك تبغى تحداني في السياكل بسباق بعد تحداها تفوز. ايوه وهو يقول والله ما تقدرين. عماد انت الحكم، اللي يفوز يفوز. تم يلا. هذه تشجعني. عماد شوف اللي يفوز عطى جائزة. اعطي حمضيات. انا ما اشرب حمضيات. عطى لي. طيب يلا روح جيب سيكلك. يلا اول افوز عليك تحدى يفوز. وبعد اباخذ كيس عماد. خلاص باجي. وعماد يمكن جايب كيكو وبراحة. انا جيتكم وانا جاهز. يلا نبدا بالتحكيم. يلا الحين افوز عليك. الحين اجي ادور. بتدورين يا مدير. خلاص ما انت فايده. طيب يلا جاهزين نبدا. لا لا ما الحين ما صفيت شكلي. يلا انا هنا. لا 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 وين وين انا قاعد في دار. الحين اشوف اللي يفوز يفوز. ها يلا جاهزين. يلا يلا من يفوز؟ عبودي بالمقدمة. رجلي كسرت رجلي. قايل لك اجرف عليها ما تفهم انت. تبين رجلي وين من رجلك؟ هذه يا اخي والله انك نكفى يا اخي. كم مرة ما تفهم انت؟ قايل اجرف عليها. ما دريت انا واللي لف الحالة. لازم لازم اجيب شاش. خلاص خلاص خليك. وينه وينه؟ ان شاء الله انها بسيطه. عبودي انت كنت متعمد ودك تصدمني من زمان. يا رجلي احسن. تعال 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 بسرعه بسرعه. لا لا انسدحي انسدحي. يا الله قايل لك يا عبودي يا اخي لا تلف على ليلى. لا تلف على ليلى ترى كلها سباق. توك تقول لي انت. لا يا شيخ مليون واضح يا اخي السالفه ترى واضح. يلا يلا ان شاء الله ان شاء الله طيبه. والله اني غلطت عليها. خلاص يا حبيبتي ما تشوفين شر ما تشوفين شر. تعالي تعالي. لا تحملي تحملي خلاص اجلسي اجلسي. الله يهديك يا عبود. تشوف ايش سويت في ليلى. يلا يلا تعالي خليني اوديك. عماد يلا ودنا البيت. بسم الله. والله اني خطيت عليها. الله اسف يا ليلى. انت صادمني ومتعمده. خلاص ليلى حصل خير حصل خير. هذا والله بتخيله. يلا يلا يا بلال عبو سوي سباق بالشارع. يلا قدام.
ترى افوز عليك يا عبودي. والله ما راح تقدرين. شفت العمارة اللي هناك؟ لو صلنا والفائز العظيم ما لعب لي شيء. أجل يلا خلينا نتسابق. يلا يلا افتح الباب يا عبودي. هذا وش قصتهم؟ قوموا قوموا. ايش عندكم يا مبزرة طالعين في الشارع؟ انت مين؟ عبودي انت تعرف هذا مين؟ تعرف لب القولة؟ احنا لبي نلعب هنا وعلى طول يرجع البيت عشان يدخلنا. احنا بس لبي نلعب هنا تكفى، بس عند السيارة هذه والله بس ولا ارجع البيت. يلا داخل يلا. مالك شغل انت، لو انت اخونا كان دخلنا على طول. لا يا شيخ بزر طول رجلي طلع لك لسان. يلا ادخل 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 يا عبودي. هذا ادخل 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 يلا 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 ادخل 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 انت ادخل ادخل يلا 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 شيلها شيلها. لا تضرب. اجلس يا بنت اجلس انت. يلا ادخل يلا يلا نفخ عليها. اقول ادخل ادخل بس يا صغيرة عمرها سنتين خير ان شاء الله. ادخل يا ليلى خل نروح نعلم اخونا عماد. ادخل ادخل يلا. طيب طيب لا تنافخ. طيب يا اخوي تعال ساعدني. اساعدك وانت اللي مطلع شكل برا. تكفى ساعدني. يلا 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 بساعد. هذا شكله مجنون ومحبول، شكله بعلم مع عماد. هذا شمغه مرة يخوف، بروح أعلم عماد. ادخلوا يلا 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 ادخلوا يلا سكر الباب يلا. طيب طيب يا مجنون. أنا ماني مجنون. خلاص خلاص يا مجنون أتفهم أنت. طيب سكر الباب. مبزول ذولا ما يمشون إلا بالعنة حمرة. حنا لازم نعلم عماد. يلا يا عبودي خلنا نمشي، شكله هذا مهبول، شكله ما عنده عقل. يلا مشينا مشينا انا خايفة. يا ليل المبزرة ذول وين راحوا؟ عماد عماد في واحد مهبول مهبول. عيا خلينا نلعب بالشارع، شكله ما عنده عقل. وشو مهبول؟ يا عماد لابس شموك كذا ولبس شوك. مشينا انا يا عبودي. عماد تبي تروح معنا ولا لا؟ انا صدق بروح بضربه. وليش جيتني طيب؟ يلا يلا بروح اشوف ذا المهبول. وانا هذا كل مهبول شبي بعد جالس عند بيتنا. ايوه انت تفهم مع خصوص لا حد يتكلم. انا اتكلم. عبودي اهجد اهجد خلاص اتكلم مع الرجال. لا اله الا الله جاب اخوه من هطه. السلام عليكم يا اخوي، ايش عندك عند المبزره؟ اول شيء خطا يطلعون بالشارع. احنا قدام البيت خير ان شاء الله، ترى هذا عضلات عنده. اقول خطا تطلعون بالشارع، ما تفهمين انت؟ ها والله انه صادق. انت معه وانا معنا. والشيء الثاني انكم صغار ومعكم سياكل. طيب عادي ترى سياكلنا، نبي نروح للعمارة ونلعب شوية ونرجع. انت معه ولا لا؟ هذا اكبر خطأ، ان معكم سياكل لا قدر الله تصدمكم سيارة ولا يصير لكم شيء. والله معه حق. يلا يلا داخل العبوا بالسياكل، يلا بالحوش العبوا. طيب طيب كله مثبت. يلا داخل بسرعة. احسن هذا اهم شيء، اهم شيء سلامة الاطفال. يا الله انا فقير ما عندي شيء، والله اني عطشان وجوعان. يا الله يا رب ان شاء الله احد يجي يساعدني. شوفي يا ليلى هذا عمارتنا، خلنا ندخل خلنا ندخل. لا 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 انا خايفه اطيح. انا خايفه اطيح. انا هذا مين اللي يصرخ؟ مشينا له مشينا له يا ليلى. يلا يلا غريبه اول مره يدخل العمارة حقتكم. اي والله هذا مين؟ ايه انت مين انت مين؟ جار جار يا اخي تكفى تعال ساعدني ابي اكل. تكفى تبغى اكل تبغى. والله جوعان. شرب انت وش اللي مدك هنا يا ولد؟ يا اخي ما لقيت احد يعطيني اكل، جلست هنا ايش اسوي عاد؟ خلاص امشي امشي معنا امشي معنا. وين طيب يا اخي ما اقدر انا عطشان. بدك نضبط امشي امشي. اعطيك اكل واعطيك كل شيء. يلا مشينا مشينا مشينا. لا هنا هنا قريب مشينا مشينا مشينا. يلا 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 مشينا بسرعه. يلا يلا انا بركب. شو شو انت بنت بي. يلا مشينا مشينا. اسمع نعطيك الشكل هذا هديه. والله والله كفو كفو بس ابي اكل يا اخي جوعان. ليلى وين راحت؟ يلا يلا يا عبودي شفت حنا لقينا واحد فقير وجبناه. يلا وقف يلا. شبه في الفقير نبي نساعده حرام عليك. ادخل ادخل يا ولد ادخل. والله تقرح حتى صرت اساعدك على السيكل يا اخي. احمد ربك انه ما اعطيك اياه يا ولد. ويلا طيب شيخ يلا 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 ايوه تعشى وتنام هنا يا ولد. خلاص طيب اعطيني اخونا. خلاص اعطيني ذا. اخذه خلاص. ايه
بالعافية بالعافية. يلا يلا يا نواف جايبين اللجين هدية. يلا يلا جو جو. يلا بسرعة على قدها وزي كذا. اي والله. لجين تاني من فوق السيكل. حلو. يلا يلا على قدك قاعد. يلا ايوه. يلا تعرفين تمشين؟ ما شاء الله بنت لونه مثلي طقم. يلا لجين تعرفين تسوقين ولا دفك؟ ايوه يلا 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 بسرعة. ايوه. الله حلو شكل جديد. صح. أقول السيكل. يوه ثاني صناعة يا عماد. ولد شل حريول لازم نصرفه طيب. والله ما أدري يا ولد ما أدري وش السوات يا ولد. أصلاً. والله ما أدري. أركب مع عبودي يا يويو. عماد ترى جاء من الباب هذاك مفتوح وجاء على طول دخل أنا ما دريت عنه. يا زين شكل جيد. بخر بخر نوف أشوفه يلا يلا. أوه ليه وين جايين الساسي. اطلع يا عبود اطلع يلا. أسرع يا جيد. لا لا ما عليك ما عليك. واو واو يا جدي مبروك السيكل. شوفي ها شوفي اذا لازم تتعلمين. لا يا ليلى كذا تعودنا على السرعة. عاد عاد عشان تعلم السرعة كيف. لا خطر السرعة. اي صح السرعة غلط انا اسفة يا عماد ونواف. أوريكم ترى كماي. يلا أقول يلا أركب مع أختك أنا بلعب هنا. يلا يا ليلى. يلا ها يا ولد هذه السياكل ها. أي والله. اسمع اسمع دام كنت بتلطم ودنا أنا بنفرح على طول. اسمع خذ السياكل وتعال قدام يا يلا. بس أنت بيوه تصرفهم صرف قل إنك مهرج شيء. إيه بس إيه ناخذ السياكل ونبيعها. طيب خلاص تم نبيعها ب600 نتقاسمها. إيه يلا يلا بشيء. اخلص يا ولد اخلص بسرعة. سلام عليكم انا المهرج. انا المهرج. تعال تعال تعال. انا مين؟ انا مين؟ وقفي وقفي. بسرعة. اسمع خذ السيكل الثاني نبغاه يا ولد نحتاجه. يلا يلا ما عليك انت روح هناك وانا بروح اقرد لنا شيء عشان اخذ السيكل. اسمع حبيبتي انزل انزل انزل. ايوه شاء. لا 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 وخر انت وخر انت مالك دخل قوم وخر ما تسمع كلام وخر بس. خلاص سامحوني سامحوني اخوي اخذ السيكل. طيب طيب شكله الهطف فطوه خليني نحاش بس. شكلي وينه شكلي وينه عبودي. هذا وش فيها انا ما ادري عن شكلك. وينه وينه طلع وين اضرب. لا ما تضرب ما ادري والله. مو هنا شكلك. طيب وينه ما ادري ما ادري. كيف ما تدرون وانتو تلعبون هنا؟ ندوره طيب. يلا خلونا ندوره. يلا يلا. شارع. اكيد. اي انا شايفتها. وين شفتيها وين؟ هنا في الشارع. ها؟ صرخت السيكلي. عبودي خلنا ندوره بالشارع يمكن الحين تاخذ البيتة. لحظة لحظة. هدي الوضع. هدي الوضع. لازم نروح. كيف الوضع؟ هدي الوضع. تبغين تروحين بدون شوز وحافية؟ أهم شيء أخذ شكل ما علي من الشوز أنا. وينا؟ وينا؟ وين راح أحطه؟ دقيقة دقيقة بدور بعد. وين بعد؟ وينهم وينهم؟ هذا سيارة أبوهم هنا. لخو رايح للبيت هذا ومخربين السكوتة السيكل حق عبودي. مش خلينا ندورهم أهم شيء لا بنروح. لا من رايح. ليش ما رحت تروح؟ ترى ما الحين يخربونا. انت خواف عبودي. انا ماني خواف ماني رايح. ما عليك يجون 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 في السيارة. اذا سمعنا صوت السيارة تفتح
ناخذ السيكل. لا يمكن الحين ياخذونا بالبس حقهم. لا لا ما راح نحتريهم هنا. يلا خلونا نحتريهم هنا. والله جام نضربهم. لا ما وصلنا لهذا القد. طب مين سمح لهم ياخذون سيكلي؟ لو كنت سمحت لهم. ايه ما شاء الله. وليش ما قلت لي ها سيكلك؟ ها سيكلي وسيكلك واحد عادي. هذا نروح البقالة. لا مسروح البقالة ليه انتوا لحالكم؟ انا حين اجيب سيكلي وانتوا اثنين راح تروحون البقالة خير ان شاء الله. والله لا لقى سيكلي واخذه واضربهم اضربهم. انت وش بيك مدفع؟ اتبخر بس انت الراس المشاكل. والله انت السوسة ملقوف. بروح اطلع سيكلي وادورهم مدري ايش العب بالشارع. طير وين رايحين انتم؟ انا بروح ادور سيكلي ليلى. بدي ما اسمحك انك تروح اصلا. خلي ادور سيكلي يمكن اركب معه. سيكلك انا معطي جوجي تلعب فيه شوي وترجعه. انت ولا عبودي ترى لخبطوني. لا 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 عبودي قال عطهم عطيتهم. اوكي خلاص انا بدخل داخل. ايه يا ليلى ريحي عقلص وخلاص وانت معهم معها ادخل دخل داخل. طلع سكوت رجل ها داخل داخل. ما شاء الله يا ليلى انت فاتحة بقالة. ايه الحمد لله وانا بعد اوصل الطلبات. وش رايك اشتغل معك؟ وش تشتغل معي؟ انا اوصل الطلبات على سيكل الحلو. حتى انا عندي سيكل شفا الحين انا وياك راح نوصل الطلبات مع بعض. انا لازم اخلي العروض مرة حلوة وعشان الناس يشترون يخلصون البقالة عاد تكون معنا فلوس كثيرة. والله فكرة حلوة انت ذكية. ايش رايك يلا بجيب سيكلي ونشوف. بحط الموقع حق البقالة ليلى الحلوة واللي فيها الاغراض المرة حلوة. يلا يا عبودي يلا جيبي سيكلك. يلا جيتك. يلا خلنا حطهم على الطاولة نرتبهم. يلا يلا بس انا بشيد خلشين هذا. ايه يلا انت واحدة وانا واحدة. ما شاء الله فتحين بقالة. ايه وسوي عروض. وش العروض؟ توصيل طلبات مجاني والوصلت مجاني. ما راح اقول بسلسين لا مجاني توصيل. والله فكرة حلوة يا ليلى. يلا يا عبودي راح نرتب. هو عندهم توصيل طلبات أبروح أشي عندهم. يلا الحين بقالتنا راح تصير جاهزة عصيرات الحال. ايه حطيهم الحال. شفني رتب. يلا يا عبودي صفة خلي السياكل على الجدار. يلا الله ابشر ابشري. انس انس ليلى فات طلبات مجانيت. والله ما في ولا ندفع فلوس ولا ندفع فلوس. عطت تصل عليهم. دين دين الو اتصل عليهم. اي نعم نعم بقالة ليلى. ايه عندنا فشار وعصير كل شيء عندنا. يا سلام زباين. ايه اثنين عصير واثنين فشار. صح الفشار كاتشب وواحد جبن صح؟ ايه طيب طيب يلا الحين يجهز الطلب. يلا يلا بجهز لهم. يلا بروح معك بعد هذا الجبن وهذا الكاتشب. وش العصاير؟ مشكل وبرتقال. يلا يلا بسرعه تاخرنا. الحين ناخذ الحين بتجي ليلى وعبودي بناخذ بشيرات. اصلا ناخذ العصيرات ما نترك مجاني. اصلا اكيد مجاني انت قلت اصلا. يلا حساب 45 بسرعه. يلا يا عبود تاخرنا. يلا يلا بسرعه بسرعه يا عبودي تاخرنا. ولا تستبت الطاوله. ما بشغلك بقالتنا ولا بقالتك. كيفكم بكيفكم؟ هذا البيت يا عبودي. يلا خلنا نطق الباب. جو جو انتوا طالبين الطلبات؟ اي يلا خذوا الطلبات. يلا خذوا. ها شفتوا؟ تبون تسوون سباق؟ اكيد حنا بنفوز بالسباق بس يلا يلا. وشو يلا يلا انا لابي لفوز عليكم بس الصبر.
الصدق ما لصدق بالباب عشان يويو وانس ما يطحون. مام شغلك. ايه صح. انا وريكم انا خايفة عليكم والحين صح انا الحين بفوز. ما تقدرين. قاتل الباب الكرابي يب والاسكات تصيرين. هذا وش يقول؟ ما اعرف وش يقول. راح نكسر راسك. تكسر راسي انا. يلا 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 اللي فوز نعطيه جائزة. انا الحين بفوز عليكم. ما تقدرين ولا تقدرين. احنا نفوز عليك. لحظة يا حبيبي قلبت هوشة هذه. هم البجو والحين نبي نروح عند الدريشة ولبد السباق. يلا يا جيجي انزلي عشان ما لصدم. انزلوا لازم اذا نزلتم اصير سريع مرة. يلا فز يا عبودي. ابشر ابشر. يلا الحين بنطلق. يلا يلا مشينا نروح نشجع. بعدي بعدي. طيب بعد البعدي بعد بعد. واخر مغلط عليك لا انت ولا هي. واخر انت يا خلاص ضبط. خلو يلا اسمعوا. ارجع ارجع. لا لا اسمع. لا لا ارجع ارجع. رجعني رجعني. يلا يلا رجع معي. ارجع ورا زين ولا ما في سباق. يلا الحين ارجع. الحين افوز انا. ما راح تقدر. وين تقدر؟ يلا افوز فين. ابشر. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا مين اللي بيفوز؟ يلا مين اللي ولا عبود 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 فاز معنا بالجولة الأولى. يا حبيبي أنا ما قلت له لا يصدم الباب. أنا ضغط فرامل بس عين يوقف. أنا اللي فزت يا حبيبي. الحين أصدمتي. لا لا يوم إن شاء الله. قررت خلاص أنت اللي فايز. نعيد التحدي مرة ثانية وهذه آخر جولة. يلا. لا أنا فزت وخلاص. أجل زي كذا انسحب عبودي. أنت اللي خلت. أنت غشاشين. أنت أصلا إخوان. بس كيف اخوان انا دخل يا اخوي اول جوله في السنه خاصه في الجوله الثانيه شن نفسيه احسن مع السلامه هذول خايفين مني ليلى والله بس ترى اللي فاز ترى هو يا حبيبي انا قلت له ما يصدم الباب لا ما لي دخل انا الحكم انا فزت يلا جائزه ما في جائزه قول روح خير ان شاء الله وش هالصراخ حنا نلعب يا عماد ايوه وش اللي تلعبون بغي يصدم فيكم انزل انزل تراك ازعجت لو ازعجت الجيران يا بلعب بلعب شفتني ما صقعت يلا يلا يا عبودي يلا داري يلا قم يا عبودي هذا ما عنده سالفه ترى يلا يلا داري شوف سواقتي كيف فنانه انا اقول ازعجتونا ما تفهمون ما قلت شوف سواقتي من احلى يلا قول واخذ عن وجهنا بس وش الاخر عن وجهي اقول يلا يلا بسرعه احنا فاضيينك يا ولد يا شيخ ما انتم فاضيلي ازعجتنا انا ما ازعجت بس انزلي يلا انزلي وخر 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 يلا يلا انزل انزل ما في سواق انزل ازعجتيني انا تكفى انت عيامك خربت علينا بنلعب اليوم ولا بكره ما في لعب تفهمين يلا انزلي لا حول الله وانت انزل معها وما بغلط اقول انزل يا ولد ما تسمع كلام انزلي انت بعد احنا ما شاء الله وش نسوي نلعب نصادق روح روح داخل انت يا إذا اللي صرفتم الحين جاء دوري بلعب يلا يا جيجي تعالي لبي نلعب يلا الحين بحطك هنا وتجلسين ونلعب اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا تمسكي هنا امسكي هذا يوه يا الطفاش ما عندي اكلات لا يا بطلي مفتوح بروح له بروح له يلا يا جيجي وناسا يا ريال سيكل جديد على اثنين بسم الله هذا شلون دخل من وين دخلت طبقت لا لا مفتوح الحمد لله شف سيكل انا شريته تذكرون وانتم ما تعطوني سيكل السفاتر حقكم انا ما ابيكم السيكل حقي هي هي ليلى تكفين تكفين هذاك حق نواف انا ما لي دخل لا يا شيخ
بيتك داخل انت ونظافة تذكر وانت تبردوني ما راح اروح. شوف بعد سريع انا وش دخلني، ما راح اعطيك السيكل حقي. يلا بعد بس ليلى خذي اعطيك الفشار وتعطيني السيكل العب فيه. ها يلا تعال العب فيه وعطني الفشار. يلا خذي خذي يوم يوم يوم. اوه يلا 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 شكرا. نحس فيه في البيت. لا تسرح.